السيدات والسادة، حياكم الله. نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية بأبرز العناوين. السلطة المحلية بحضرموت تقيم حفلا خطابيا وتكريميا لأمهات الشهداء والموظفات المثاليات بمناسبتي اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم. مراكز الكلى بوادي حضرموت تتسلم أدوية ومحاليل وريدية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. تواصل منافسات جوائز الإبداع الطلابي في جامعة حضرموت لعام 2019. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. أقامت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والمنطقة العسكرية الثانية حفلا خطابيا وتكريميا لأمهات الشهداء والموظفات المثاليات بمناسبتي اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم. وفي الحفل تحدث محافظ حضرموت بكلمة أكد فيها على اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمرأة وتقديرها الكبير لتضحياتها الجسيمة في خدمة المجتمع ومشاركتها الفعالة في كافة الأنشطة والفعاليات. وأعلن المحافظ عن اقتراب الإعلان عن مجلس المرأة والسلم في القريب العاجل. بدورها استعرضت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة فائزة بمطرف عدد من الأنشطة والفعاليات التي نفذها القطاع النسوي بحضرموت خلال الفترة الماضية. وشهد الحفل كلمة نيابة عن المكرمات، وألقيت قصيدة شعرية بالمناسبة، وتقديم فقرات فنية من فرقة زهرات السلامة. واختتمت الفعالية بتكريم أمهات الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن حضرموت وتثبيت الأمن والاستقرار بها، والموظفات المثاليات في كافة مراحل رافق العمل والإنتاج. رعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالمكلا اليوم توقيع محضر اتفاق للتعاون العلمي والفني بين فرعي هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وهيئة أبحاث علوم البحار والأحياء البحرية بالمحافظة. وبموجب اتفاق التعاون، تعمل الهيئتان على تفعيل التعاون العلمي والفني والتدريبي فيما بينهما من خلال اعتماد برامج مشتركة تسهم في إيجاد تكامل أفضل في الدراسات العلمية التطبيقية للمشاريع المشتركة وتدريب الكوادر العلمية في مجال استخدام الخرائط الجيولوجية البيئية البحرية والمختبرية، ووضع برامج ودراسات مشتركة في مجال البيئة البحرية، وتشكيل فريق علمي للإشراف على المشاريع الاستثمارية المنفذة على السواحل اليمنية. وكما رعى محافظ حضرموت أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت واللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة بشأن التعاون في مجال التوعية البيئية المستدامة في مناطق ساحل حضرموت. دشرت السلطة المحلية بالوادي والصحراء اليوم توزيع القسط الأول من التعويضات المالية المقدرة بمليار ريال يمني كمرحلة أولى مقدمة من رئاسة الوزراء للمتضررين من كارثة السيول عام 2008 بمديرية تريم. وتتضمن التعويضات صرف وثائق ملكية أراضي ل 48 مستفيدا ليتمكنوا من بناء مساكنهم على مساحة تقدر ب 25 في 25 مترا للمنزل الواحد، موزعة على مناطق روغة ومولة القويرة بمشطة والقوز. دشرت السلطة المحلية بالوادي والصحراء اليوم مخيم الفقيد حسين بن كردوس الطبي الاستشاري الجراحي الرابع بالمركز الصحي بقرية اللسك بمديرية تريم لتقيمه مؤسسة بن كردوس للتنمية. ويقدم المخيم الطبي الرابع الذي يأتي تحت رعاية وزير الصحة ومحافظ حضرموت بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين خدمات المعاينة والاستشارة للحالات المرضية التي تم تسجيلها، إضافة إلى صرف الأدوية وإجراء الفحوصات المجانية وإجراء 150 عملية جراحية في مجال العيون والجراحة العامة. وأشارت السلطة المحلية بالجهود والمبادرات الخيرية الكبيرة المقدمة من قبل أسرة الفقير الشيخ حسين بن كردوس التميمي التي شملت على عدد من القطاعات، أهمها المجال الصحي من خلال إقامة المخيمات الطبية ودعم مستشفى سيئون وتريم بعدد من الأجهزة الطبية. تسلمت إدارة مراكز الكلى بوادي وصحراء حضرموت اليوم 33 طنا من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي الخاصة بمرضى الفشل الكلوي مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وستستفيد مراكز الكلى بمديريتي سيئون والقطن، إضافة إلى هيئة مستشفى ابن سينا بالمكلا، من تلك المعونة والتي تعتبر الدفعة الرابعة بواقع 3000 جلسة استصفاء. وفي مراسيم التسليم، أشارت السلطة المحلية بالوادي والصحراء
بالجهود الكبيرة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، معبرة عن شكرها للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا لدعمهم السخي والمتواصل. من جهته ثمن مدير مراكز الكلى بالوادي مساعد بن رويشد اهتمام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدعم القطاع الصحي في اليمن. ناقش مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت اليوم بمدينة المكلا جملة من المواضيع والقضايا المتعلقة بسير العملية التعليمية وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالعملية الاختبارية. وخلال اللقاء أشار وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون إلى أن قيادة المكتب أسهمت إلى حد كبير في توفير جميع عوامل النجاح للعملية التعليمية وتحقيق العديد من المكاسب والإنجازات، مشددا على ضرورة التهيئة المناسبة والجيدة من قبل الإدارات التربوية والمدرسية كافة في تهيئة الأجواء المناسبة للاختبارات في المدارس. وقدم عدد من قيادات العمل التربوي والتعليمي استعراضا شاملا لطبيعة العملية التربوية والتعليمية وما قطع بشكل نهائي من مواد دراسية ضمن خطة التقويم الوزاري والتهيئة والاستعداد لبدء العملية الاختبارية للطلاب والطالبات، إضافة إلى مداخلات من قبل قيادات الإدارات المدرسية حول طبيعة استنهاج المقررات الدراسية وتهيئة الظروف الملائمة للاختبارات. تمكن مركز شرطة فوة من القبض على شاب يقوم ببيع وترويج الحبوب المخدرة في منطقة الطويلة غرب المكلا، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة من قبل أفراد التحري بالمركز، حيث تم توقيفه وضبط بحوزته 185 حبة مخدرة. التقى الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع طارق العكبري في مدينة سيئون قيادات الأحزاب المكونة السياسية بوادي وصحراء حضرموت ضمن جولته التفقدية الهادفة إلى تقريب الرؤى واتجاه التحديات تواجه حضرموت. وأكد العكبري على التمسك بحقوق حضرموت التي سطرها مخرجات المؤتمر الجامع، مشيرا إلى الدور الفعال الذي تلعبه المكونات السياسية في دعم جهود أمن واستقرار المحافظة وانتشال الوضع الأمني بالوادي. عقدت بمدينة المكلا التصفيات النهائية للطلاب المتنافسين على جائزتي حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف التي تقيمها نيابة شؤون الطلاب بجامعة حضرموت ممثلة بلجنة جوائز الجامعة للعام الجاري، حيث تقدم للمنافسات الطلابية في جائزة حفظ القرآن الكريم 14 طالبا وطالبة، وفي الحديث الشريف 12 من جميع كليات جامعة حضرموت. تأهل منهم للتصفيات 6 طلاب بالقرآن الكريم و8 في الحديث النبوي الشريف. وأشارت لجنة التحكيم لمسابقات حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي بمستوى الطلاب والطالبات المتقدمين للمنافسات الطلابية لجوائز لهذا العام، مشيرة إلى أن طلاب جامعة حضرموت يمتلكون مواهب وإبداعات متميزة في جميع المجالات. وضمن فعاليات أسبوع الطالب الجامعي الثامن لطلاب جامعة حضرموت اختتمت بكلية الآداب التصفيات التنافسية لمسابقة الإلقاء الإذاعي ضمن جوائز الجامعة للعام الجاري. وشهدت التصفيات تنافس الطلاب والطالبات المتقدمين للمسابقة للصعود لتصفيات النهائية في مسابقة الإلقاء الإذاعي مذيع الجامعة لعام 2019. وأشارت لجنة التحكيم بطلاب والطالبات في المسابقة متمنين لهم التوفيق والنجاح. نفذ فريق لمسة متطوع نزول ميداني في مدينة المكلا للتوعية بمخاطر حوادث السير ضمن حملة كفاء ألمًا برعاية أمن ساحل حضرموت وبالشراكة مع مؤسسة متطوعون وصندوق النظافة والتحسين بساحل المحافظة. وتهدف الحملة إلى وضع شعارات وبنرات في الإشارات المرورية والأماكن المزدحمة للتوعية بمخاطر حوادث السير. وأوضح مسؤول الحملة محمد بعاصم إلى الدور الفعال تقوم به الحملة من خلال إرشاد المواطن وتوعيته من مخاطر حوادث السير، مقدما شكره لإدارة أمن ساحل حضرموت وصندوق النظافة والتحسين ومؤسسة متطوعون لرعايتهم وتعاونهم مع الفريق لإنجاح الحملة. وحملة كفاء ألمًا هي الحملة لتوعية من مخاطر حوادث السير. مرت الحملة بمرحلتين، حيث كانت المرحلة الأولى إعلاميا بنشر رسائل توعوية في مواقع التواصل الاجتماعي وتسجيل فلاشات إذاعية.
دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع السلع الغذائية على مهندسي النظافة بمشروع نظافة مديرية قيل بوزير في إطار الحملة التي طلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الهادفة إلى توزيع مساعدات غذائية للأسر المحتاجة من ذوي الدخل المحدود. وعبرت إدارة مشروع نظافة مديرية قيل بوزير عن شكرها وتقديرها لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي نظيرا لما تقوم به من أعمال جديدة تهدف إلى تقديم المؤن الغذائية والمساعدات من شأنها أن تسهم في تخفيف أعباء الحياة على المواطنين بالمحافظة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، وتذكير بأهم ما جاء فيها. السلطة المحلية بحضرموت يقيم حفلا خطابيا وتكريميا لأمهات الشهداء والموظفات المثاليات بمناسبتي اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم. مراكز الكلى بوادي حضرموت تتسلم أدوية ومحاليل وريدية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. تواصل منافسات جوائز الإبداع الطلابي في جامعة حضرموت لعام 2019. ختام النشرة حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.